السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم على أجنس إيموبيلي الرضا، والعرض ديال اليوم عرض فلاحي وتجاري 4 هكتارات إلا الربع، مدينة بوفكران على طريق ثانوية، الأرض محفظة ومسجلة. مزيد من المعلومات بعد الفاصل، ما تزبطوش. عدنا إليكم وأهلا وسهلا بكم مرة أخرى. 4 ديال الهكتارات إلا الربع في بوفكران على طريق ثانوية. كما كتشوفوا البلاد مسيجة كاملة بالزيتون، دايرة بالقرياج على طريق معبدة وفيها الضو وعندها البير، كاين السكن وكاين كراج ديال تربية الأبقار وكاين شاطو ديال الماء. تمام، قلنا في نهاية الفيديو غادي نديرو معكم دورة باش تاخذوا فكرة على هذه المنطقة. السلام عليكم. فران تقليدي ديال الخبز وصباح جميل. إذن سيداتي سادتي ومتابعينا الكرام على أجنس إيموبيلي الرضا، للتواصل معنا مرحبا بكم على 0661 24 98 72. البلاد تنظن راها باينة في الحدود ديالها، كلها دايرة بالزيتون، فيها الماتيريال كامل، التراكتور والمحارت وداك الشيء كامل اللي كيتحتاج للفلاحة. كاين بير، كاين شاطو ديال الماء، كاين الضو، كاين الماء، كاين دار جميلة جدا غادي ندخلوا نشوفوها، كاين كوري ديال الأبقار، تربية الأبقار. البلاد كما قلنا فيها 3 هكتارات و 7500 متر، يعني تقريبا 4 ديال الهكتارات إلا الربع، محفظة ومسجلة. جات بالضبط في النواحي ديال مكناس، وبالضبط اكثر في النواحي ديال بوفكران، خارجه على بوفكران تقريبا بواحد 7 الكيلومتر او لا 8 ديال الكيلومتر. البلاد راه مجهزه بالكوطا كوت، كانت مغروسه ودابا راها خاويه كترتاح باش يعاود اللي بغاها يعاود يشجرها. كما قلت لكم كاين الماتيريال ديال الفلاحه كامل، تراكتور، محارت، هاد الشاريو ديال الدواء، كلشي. الوغ هذا الكوري ديال تربية الأبقار، كوري كبير تيتقسم على جوج ديال الجوانب، تيهز حتى 80 ولا 100 ديال الأبقار، وكاين بلاصة ديال التخزين ديال العلف. هو هذا الكوري، كاين بعض الأشجار هنايا المثمرة غير الاستغلال العائلي وصافي. الور الدار هي هذه، دار طبعا ديال العروبيه راكم عارفين، خاصها اعاده اصلاح وتجهيز. الور هذا الكوري الاول، كوري كبير بالبيتون ارمي، تراكتور، شاريو. هذا الكوري رقم 1، كاين الكوري الثاني، كاين داك لاطوميزور الموجوار ديال البحر، الكوار كبار جوج، درنا الدورة كاملة. غادي ندخلو دابا للدار نشوفوها. كنعتذروا المشاهدين الكرام متابعينا، الدار مسدودة ما كاينش الساروس، دونك طلعنا للسطح نعطيوكم نظرة. دونك هذا الكوري، هذا
البلدية هذه. عندك منظر جميل جدا، هذا الشاطو بالماء. موقع رائع ضير بالطبيعة، تمنيت لو كنت جيت لها في يامات الربيع، يكون المنظر جميل جدا تبارك الله. متابعينا الكرام، وصلنا لنهاية الفيديو ديالنا. التواصل معنا ولا شي زيارة ولا أي سؤال مرحبا بكم على 0661 24 98 72. ما تنساوش ديروا جيم ابوني باش ديما يوصلكم الجديد، ونستافدوا من التشجيعات ديالكم. لي كومونتير ديالكم تيهمونا بزاف، تعاونونا نزيدوا للقدام ونصلحوا من الاخطاء ديالنا. الثمن ديال هذا العقار هو 220 مليون 220 مليون سنتيم، يعني 2,200,000 درهم. السلام عليكم، الى اللقاء.